أعلنت وزارة الداخلية التركية اليوم أن الشرطة اعتقلت أكثر من 400 شخص في 29 إقليما ضمن تحقيق للاشتباه بصلتهم بحزب العمال الكردستاني. جاء ذلك بعد الإعلان عن إقالة 3 رؤساء بلديات لمدن كبرى في جنوب شرق البلاد في إطار التحقيق وتعيين مسؤولين حكوميين مكانهم. وسط تخبط في السياسة التركية وفي خطوة استباقية، أقالت حكومة أردوغان 3 رؤساء بلديات من حزب الشعوب الديمقراطية الذين انتخبوا في مارس الماضي بتهمة ولائهم للأكراد، وفي مقدمتهم رئيس بلدية ديار بكر، حيث خرجت مظاهرات تندد بالقرار، فيما قامت الشرطة بتفريق المتظاهرين بالقوة ردا على قرار إقالته. من المستحيل بالنسبة لي قبول هذا الإجراء ضمن قواعد القانون، بغض النظر عما إذا كان يحدث في ديار بكر أو فان أو ماردين، فإن هذا الإجراء يشير إلى فترة جديدة في تركيا مثل الزلزال الذي وقع في أغسطس 1999 واعتبر كأكثر الزلازل دموية في التاريخ. سيتم تمييز هذا الحادث على أنه زلزال القيم السياسية والديمقراطية فضلا عن سيادة القانون في تركيا. وزارة الداخلية التركية وفي بيان لها اعتبرت أن المتهمين ينتمون لمنظمة إرهابية على حد قولها، فيما أعلنت مصادر تركية عن توقيف 418 شخصا خلال عملية واسعة ضد حزب العمال الكردستاني في كافة أرجاء البلاد. حقوق كل فرد ستتم حمايتها، وسيستمر كل منهم في أداء مهامه، فيما عدا أولئك المرتبطين بالمنظمات الإرهابية سيتم اتخاذ خطوات قانونية وإدارية ضدهم. وكانت قد طردت تركيا العشرات من رؤساء البلديات في جنوب شرق البلاد الذي تقطنه أغلبية كردية في العام 2016 بسبب صلات مشتبه بها مع جماعة حزب العمال الكردستاني المحظورة، واستبدلتهم بمسؤولي الدولة. من اسطنبول أرحب بالصحفي علام صبحات. أستاذ علام مرحبا. يعني إقالة محافظين ومسؤولين أكراد، هل برأيك له علاقة بالعمليات الأخيرة للأكراد والتي استهدفت القوات التركية؟ هذا ما تتذرع به الحكومة التركية. الحكومة التركية تقول إن هذه الإقالات أو هذا الإجراء هو بسبب أن لهؤلاء الأشخاص، لهؤلاء الرؤساء للبلديات، علاقات مع حزب العمال الكردستاني الذي ينشط خاصة في الآونة الأخيرة ضد الجيش التركي والسلطات التركية بشكل عام، ليس فقط داخل تركيا ولكن أيضا في شمال العراق وأيضا بحسب وجهة النظر التركية في الشمال السوري، وبالتالي الأمور كلها متداخلة. وهذا الإجراء الحكومي يبرر من جهة السلطات الرسمية التركية في هذا الإطار. طبعا لم يعني موجة الاعتقالات الأخيرة التي تقوم بها السلطات التركية، يعني هل برأيك تستهدف الأكراد بشكل خاص أم أنها تستغل لضرب معارضي أردوغان؟ حتى لو استهدفت الأكراد فقط فهي تستهدف معارضين، لأن المكون الكردي هو مكون سياسي مهم جدا. نتحدث هنا عن هؤلاء الأشخاص الثلاثة، رؤساء بلديات ديار بكر وفان وماردين، هم ينتمون لحزب الشعوب الديمقراطية الكردي الممثل السياسي للأكراد في تركيا، وهو الثالث أكبر الأحزاب في البرلمان، وبالتالي هو استهداف أولا للمكون الكردي وثانيا لمكون سياسي مهم في البلاد. تتهمه الحكومة التركية والسلطات في البلاد على أنه على علاقة بحزب العمال الكردستاني، ولكن من جهة هذا الحزب هو ينفي بشكل قاطع أي صلة وعلاقة له بحزب العمال الكردستاني ويقول إن نشاطه يقتصر على العمل السياسي. على ما هو نبض الشارع يعني التركي؟ هل يدعم الرأي العام التركي هذه الخطوات الأخيرة للرئيس أردوغان؟ في الغالب لا، في الغالب معظم الأتراك يرفضون هذا الإجراء، خاصة إذا ما تحدثنا عن الأطراف السياسية. حزب الشعوب الديمقراطية الكردي بالفعل أعلن في بيان رسمي رفضه لهذا الإجراء، واعتبر أنه إجراء يقتل الديمقراطية ويكرس حزب الرجل الواحد وحكم الحزب الواحد أيضا. وحزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة التركية أيضا رفض رسميا في هذا الإطار، رفض في بيان رسمي له في هذا الإطار، واعتبر أنه انقلاب بين قوسين من السراي الحكومي أو من الرئاسة التركية على إرادة الشعب وعلى شرف الصندوق الانتخابي بحسب النص الحرفي لما جاء في بيان أكبر أحزاب المعارضة السياسية. الأطراف السياسية المختلفة تتطلع تنظر إلى هذا
الإجراء على أنه تقييد بين قوسين لحرية عمل جهة سياسية مهمة في البلاد تمثل الأكراد، ويرون بأنه سيؤثر سلبا على مستقبل البلاد، خاصة وأنه يمس مكون كردي، المكون الكردي في البلاد، وهو أحد أبرز وأهم المكونات في تركيا، وربما ينعكس هذا الإجراء على المستقبل الكردي وعلى مستقبل البلاد، وسيؤدي إلى صدامات ربما في الأيام القادمة بين الجانبين. من إسطنبول الصحفي علام صبحات، شكرا جزيلا لك.